النهارده بقى هتختتم بطولة او هتختتم البطولة الإفريقية السادسة للمنتخبات لكرة السرعة اللي أقيمت في بورسعيد بمشاركة 11 دولة وما يقرب من حوالي 150 لاعب ولاعبة كلهم كانوا بيتنافسوا على الفوز باللقب الإفريقي. طبعا اللقب ده اللي بتحمله مصر منذ خمسة يعني سنوات او خمسة بطولات سابقة، والحقيقة ان المنافسة كانت قوية جدا بين مختلف المنتخبات. وقال المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه ان البطوله المجمعه دي شيء مبشر جدا لادراجها في دوره الالعاب الاولمبيه في القريب العاجل ان شاء الله. وقال كمان ان احنا عندنا قاعده واسعه من ممارسي هذه اللعبه، كما ان الاتحاد المصري بينظم عدد كبير من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبه تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها كمان افضليه واضحه يعني على الدول الثانيه. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الملف. انا معايا على التليفون سياده المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه. يا صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. ازي حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. واحنا بنشهد بقى مع سيادتك ختام البطوله، حظوظ مصر ايه في الحفاظ على لقب البطوله للمره السادسه على التوالي؟ هي مصر بالفعل امبارح يعني قبل النهائيات النهارده تقريبا حسمت اللقب، والحمد لله البطوله ناجحه، ويعني كلنا نامل كمان لعدد كبير من الدول يكون اكتر من كده، بس طبعا في كان في ظروف كثيره جدا، أن البطولة اتأجلت مرتين لظروف خاصة بحياة اللوجيستكس والكلام ده، ولكن العدد النهائي وده أنا أعتقد نجاح كبير في توقيت كمان بعد أغلب الدول اللي عندها امتحانات اللي هي اللي إحنا بنعمل عليها ثانوية عامة في نفس التوقيت، أعتقد ده كان نجاح للبطولة من 8 دول والعدد ده، وكمان لأول مرة تقام بطولة الأندية الأفريقية للكبار والناشئين. ويمكن إمبارح نادي القناة بالاسماعيليه فاز بلقب بطل اول بطوله للناشئين، ونادي الرواد في العاشر من رمضان بطل افريقيا للانديه ابطال الدوري، فاعتقد ده يعني نجاح كبير لهذه المنظومه. اكيد. وان شاء الله ده بيدينا حافز ان احنا كمان يعني نبدا يعني نشتغل كمان على بطولات الانديه وننوع من البطولات حتى المفتوحه، وعشان احنا عندنا هدف زي ما انت حضرتك قلت فضلت في المقدمه ان احنا غانا 24، والحمد لله قدرنا يعني اللعبه تكون موجوده في هذا المحفل او العرس الافريقي الكبير. فعلا يعني تم حسم هذا الامر، كنت فعلا من شويه لسه بقول ان حضرتك كان ليك تصريح مؤخرا بان اللعبه ستدرج قريبا في الاولمبياد. لا كنت لسه هسالك هنلحق اولمبياد باريس ولا مش شرط؟ لا احنا احنا لا احنا احنا خمس العاب غير اولمبيه دخلوا في دوره العاب الافريقيه، الدوره دي تقريبا الدوره دي هي معموله، هي كانت المفروض تبقى العام الماضي واجلت السنه دي، وبعد كده اجلت تاني لشهر مارس 2024، وكانت 90% من الالعاب المدرجه في هذه الدوره يعني مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس، فعشان كده البطوله دي مهمه جدا. اكيد. وجودنا فيها حتى لو كلعبه غير اولمبيه اعتقد ده هيدينا كمان يعني حافز كبير، وهيعرف ناس كتير قوي في افريقيا عن هذه الرياضه، وان اول مره تبقى كره سرعه مدرجه في دوره مجمعه اعتقد ده نجاح كبير جدا للعبه. طيب برضو حابب اعرف من حضرتك ايه يعني البطولات المجمعه اللي بنستعد لها ان شاء الله عشان ناخدها في القريب العاجل؟ احنا عندنا بطوله عربيه ان شاء الله يعني بنعد لها دلوقتي، وهتبقى للكبار والناشئين، وبرضه هتبقى في عندنا بطوله الانديه العربيه ودي لاول مره تقام برضه، وان شاء الله عندنا بطوله العالم، يعني ده في هذا العام كل البطولات دي هتبقى في هذا العام، ونبدا بقى السنه الجايه ان شاء الله اداره الالعاب الافريقيه الغنيه. جميل. برضو يعني خليني اختم مع حضرتك بحكم يعني يكون سيادتك رئيس الاتحادين العربي والافريقي لهذه الرياضه، مين اقوى دول العالم في الرياضه دي؟ وعربيا كمان مين اقوى الدول فيها؟ عالميا مصر، يعني احنا رقم واحد. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله احنا رقم واحد منذ عام 86 في اول بطوله عالم انطلقت في جمهوريه مصر العربيه في الصاله المغطاه في بيت الشرطه في العباسيه. حتى اخر بطوله اقيمت العام الماضي، وعلى المستوى الدولي في دول كثيره، يعني عندنا دول زي فرنسا وهولندا كانت دخلت قوه جدا، كان زمان طبعا في اليابان، كان في سلوفينيا، وكان في النمسا، دلوقتي عندنا دول كتيره جدا في العرب زي ليبيا وتونس والجزائر، عندنا المنتخب السوري منتخب واعد جدا جدا، المنتخب السوداني قوي جدا، في افريقيا في الكاميرون انا شايف ان هو منتخب قوي جدا، والجديد كمان المنتخب التشادي،
اعتقد يعني انا شايف ان الفترات الجايه مع دخول كمان الافارقه اكثر في هذه الرياضه، طبعا عشان الكره بسرعه محتاج قوه بدنيه ولياقه عاليه جدا، ودي متوفره جدا في العنصر الافريقي. انا شايف ان شاء الله يعني مع تطور هذه الرياضه ونشاطها في افريقيا هيكون فيها يعني هيبقى التنافس شديد جدا الفتره الجايه ان شاء الله. والله يا فندم رد حضرتك على السؤال من الصنف اللي يثلج الصدور، فكره ان عالميا مصر دي حاجه رائعه. دايما كنا بنقول في الفتره الاخيره ان احنا نفسنا نشوف نفس النجاح المصري على المستوى العالمي في رياضه الاسكواش نشوفه منعكس في رياضات تانيه، فحضرتك تفضلت بجمله اعتقد هتسعد ناس كتير قوي ولازم نحافظ عليها كمان. الحمد لله كريم. بص هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا لينا افضليه في حاجات كتير جدا. انا يعني اكفي ان انا يعني وانا بقول هذا الكلام دايما وابدا ان احنا بنفتخر بهذه الرياضه سرعه مصر، ويمكن هي الرياضه الوحيده اللي تحمل هذا الشعار، وكمان الحاجه الوحيده كمان ان احنا ما بنستوردش اي منتج لهذه الرياضه، بالعكس احنا بنصدر كل حاجه سواء مدرب او حكم او لاعب او ادوات، فبالتالي احنا يعني ما بنستهلكش عمله صعبه لهذه الرياضه، بل بالعكس صحيح. عشان كده لازم ننميها ونساعد على نشرها على المستوى الدولي والاقليمي، اللي في الاخر هيعود بالنفع جامد جدا علينا كدوله وعلى صناعه الرياضه بشكل عام وعلى اللعبه كمان بشكل خاص. جميل. عموما بنهني حضرتك طبعا وكل القائمين على هذه المنظومه الرياضيه، لان فعلا انتوا عاملين نجاحات مدويه في الفتره الاخيره. يكفي جمله اللي حضرتك تفضلت بيها، وضع عالميا مصر دي حاجه ولا اجمل ولا اروع، ربنا يديمها علينا نعمه يا فندم. ونشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. طبعا كان معانا سياده المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه، وكلام يعني يسعد القلب الحقيقه، بنشكره عليه جدا.